وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأها من القاهرة ونبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك برضو في كثافات بسيطة لكنها غير مؤثرة. ولو كملنا ورحنا لحد كوبري الجلاء، في هناك سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية لكن برضو غير مؤثرة، وبتبدأ كمان تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. تظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق اللي قادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس الموضوع للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وكمان في الاتجاه العكسي اللي جاي من المعادي للجيزة، وبرضو كمان في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بقى لشوارع الجيزة، في كثافات مرورية إنما بسيطة قوي على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر وبيستمر لحد ميدان لبنان. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم، بيشهد طبعا كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتبتدي تزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات تانية في شارع العريش لحد الطلبية. في كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت في شارع السودان بعض الكثافات ومكملة معانا لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. بتظهر برضو كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، وكمان في كثافات مرورية إنما متحركة، وكمان مكملة معانا في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. في كثافات تانية ظهرت في ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. دلوقتي نروح لمحافظة أسيوط من طريق إنا منفلوط اللي بيشهد كثافات أو بعض الكثافات المرورية، والكثافات دي بتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها. قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما هنوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتبتدي تقل بعد كده بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط كمان في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية وفي شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي هو كمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية إنما هي متحركة، تبدأ تقل مرة تانية وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. نروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي.